عليك حق شباب، معكم شركية شركة كين، جابكم فيديو جديد. أول شباب فيديو اليوم عن الصورة المسربة للماب الجديد. طبعا من كم يوم على ما أظن معظمكم صار حاكين على تويتر إنه بشار تسربت صورة للماب الجديد، وللأسف ما قدرت تغطيها بنفس اليوم لأن كنت مرضان. اللي شاف فيديو امبارح راح يعرف أكثر ليش ما قدرت تغطيها بنفس اليوم، بس هلا راح نغطي الصورة ونحللها ونحاول نستكشف كل شيء فيها إن شاء الله. قبل ما نبلش بالتحليل حابب أشرح لكم كيف الناس يعني كيف وصلوا لهالصورة. اكتيفيجن بعثت رساله للناس اللي شارين دي ال سي 1 او الحزمه الاولى ومو شارين سيزون باس، وعم يعني عم يحاولوا انه يعرضوا لهم سيزون باس او يعملوا دعايه لسيزون باس. حكوا لهم لو اشتريتوا سيزون باس لما تنزل الحزمه الجاي او قبل ما تنزل بشوي راح تاخذوا ثيم لماب الزومبي القادم، وهذا هو الثيم. راح يكون هذا الثيم على البلاي ستيشن 4 بس، فمثل ما شايفين الثيم راح يكون لهالصوره، وكتبوا انه هذا الثيم لماب الزومبي القادم وحطوا هالصوره، فشيء جدا واضح انه هاي الصوره لماب الزومبي القادم او جزء من ماب الزومبي القادم. طبعا مثل ما شايفين الصوره قدامكم هلا، الصوره مبينه انه بغابه، صورة مبينة انه بغاب. نحن شو كنا عم نحكي فيديوهات السابقة كلها، شو كنا عم نحكي على الماب القادم وشفرات السرية والماب راح تكون بغابة جزيرة بنص البحر من هالكلام. وبالفيديو السابق مو السابق اللي قبله اللي كان انه الماب القادم له ماضي مخيف، قلت لكم انه شرحت لكم مكان الماب وانه كيف له ماضي مخيف، ومتوقع الماب الجاي راح يكون مخيف. مثل ما شايفين من جو الماب الصراحة مبين ماب مخيف، مبين انه المبنى اللي شايفينه قدامكم هلا مبين مهجور طالع العشب عليه، اللي يلعب لاست اوف اس يعرف الاشكال هي، انه منطقة مهجورة والسماء والاجواء مبين الصراحة انه ماب مخيف. ونحن متعودين دائما انه ثاني ماب يكون مخيف، عندنا ببلاك اوبس 1 ثاني ماب كان كول اوف ذا ديد، كول اوف ذا ديد كان جوه مخيف، مو يعني مو مخيف مخيف بس كان يعني يخوف اكثر من باقي المابات. بعدين بلاك اوبس 2 كان عندنا ثاني ماب هو موب اوف ذا ديد، وموب اوف ذا ديد اظن ما حد يختلف معاي انه جو مخيف جدا، وعلى ما اظن هذا الماب كمان راح يكون مخيف، وان شاء الله يكون اسمه نفس الماشي على نفس يعني نفس النمط شغله اوف ذا ديد، مع اني ما اتوقع بس يعني ان شاء الله. طيب شباب اول شيء لو بتشوفوا المبنى اللي بالنص لو تشوفوا وراه راح تلاقوا في مبنى ثاني، وشكله انه هذا المبنى اللي شايفينه قدامكم هلا متواصل مع المبنى اللي ورا، ولو بتشوفوا كمان السلك اللي فوق متواصل لهداك المبنى، فعلى ما اظن انه هذا المبنى رح يكون فيه جسر او شيء. خلينا نروح للمبنى الثاني، فانه الماب رح يكون انه صحيح انه غابه بنص البحر بس رح نلعب بهالمباني او المنشاه هي. طبعا شو هالمباني وشو هالمنشاه ومن وين جبت هالكلام؟ طبعا في عنا شفره سريه بماب جراش اندراخ، والشفره بتحكي انه مجموعه ديفيجن 9 انتهت من الشغل برايسنج سان فاسيليتي. رايسنج سان فاسيليتي اللي هي ماب شينو نوما بكول اوف ديوتي وورد ات وور، المنشأة هناك انه خلصوا الشغل هناك، خلصوا كل شغلهم هناك وانتقلوا للمرحلة الثانية او لمرحلة الشغل الثانية اللي هي منشأة الجزيرة او مكان الجزيرة. فمثل ما شايفين انه خلصوا من شينو نوما الشغل هناك برايسنج سان فاسيليتي وانتقلوا للمنشأة اللي بالجزيرة اللي شايفينها هلا قدامكم. طيب ليش جبت لكم سيرة شينو نوما وشو دخل شينو نوما هلا بالموضوع؟ اول شيء الشفرة السرية انه كرب شينو نوما وانتقلوا لهون، هذا اول سبب. وثاني سبب لو بتشوفوا المبنى رح تلاقوا فوق في مثل ضوين لونهم احمر على البرج الحديد او الشيء الحديد اللي فوق المبنى، وهالضوين هيك لونهم احمر شايفينهم قبل بالشينو نوما، مثل ما شايفين قدامكم هلا بالشينو نوما ببلاك اوبس 1 او بكول اوف ديوتي وورد ات وور. في عندنا برا الماب كمان هيك برج بين الضباب وطالع منه ضوء احمر نفس الشيء بالضبط، فصراحه هالشيء غريب ومرتبط بماب شينو نوما على ما اظن. طيب يا شباب وبنعرف بالورقة السرية الموجودة بماب دير ايسندراخ اللي طوكيو كتبها الامبراطور اليابان انه هو نزل على الجزيرة هي وكان عم يراقب اعمال ديفيجن 9، ديفيجن 9 اللي هم مثل مجموعة تابعة لجروب 935 وتسوي تجارب اشياء مجنونة على الزومبي، يعني هم لهم دخل بالزومبي من هالكلام نفس جروب 935. عرفنا ان طوكيو الكبير كان بهالجزيرة وكان عم يراقب نشاطات ديفيجن 9، وبنعرف من ماب ذا جاينت وماب دير ايسندراخ انه لازم نقتل الشخصيات الكبيرة، واول شيء قتلنا ريكتوفن وقتلنا ديمسي بدير ايسندراخ، وعلى ما اظن على حسب ما بنعرف انه تاكو الكبير موجود بهالجزيره، فعلى ما اظن انه رح نقتل شخصيه تاكو الكبير بهالجزيره. وكمان سمعنا بالورقه السريه انه حكى تاكو انه نزل على نزل على الجزيره هي وكان مثل يعني جزيره عاديه وجزيره انه فيها حياه وناس وهيك، واجالها عن طريق المطار يعني. فمثل ما شايفين عندنا فوق طياره، هالطياره على ما اظن معظمكم حكى هالطياره تبع موب اوف ذا ديد، ما اظن هالطياره تبع موب اوف ذا ديد، لانه لو تشوفوا شكلها شكل الطياره غير، موب اوف ذا ديد كانت الطياره اي شيء شغل تسليك حديد واواعي وهيك، هالطياره شكلها من طيارات الحرب العالميه، وحاطكم مثال قدامكم هلا على شكل الطياره. فصراحه ما بعرف ايش الطياره، لو بتشوفوا الطياره هي راح تلاقوها طياره محطمه يعني وفيها نار وعم تقع الطياره مو انه عم تطير بشكل عادي. وكمان بنلاقي تحت انه في طياره مدمره اوريدي بالارض، فما ادري هالمنطقه نفس مثلث برمودا اي شيء تدمر فيها. كمان الطياره كيف شخصيات لما وصلوا على هالجزيره انه اجوا على هالطياره وصار حادث ووقعوا فيها،
نفس مثلا دير ايس اندراخ كانوا بروبوت، وعرفنا ان الروبوت تدمر، او يعني شفنا بكات سين دير ايس اندراخ شو صار بالروبوت، فالما اظن انتقلوا بهالطياره، وانه دير ايس اندراخ وحرب عالميه وبزمن الحرب العالميه فالطيارات هتكون بهالشكل. طيب شباب، واخر شيء واهم شيء، انتم شايفين تحت على اليسار بين شجرتين عندنا اشكال غريبه، اشكال كانها بكتيريا فطريات او بيوض، يعني الصراحه شيء جدا جدا غريب، وعلى ما اظن هالشيء له علاقه بالاجواء او الاشياء تبع كثولو وشادو في ايفل من هالكلام، لانه مثل ما بتعرفوا بالفيديوهات السابقه حكيت لكم انه الماب هذا راح يكون له علاقه جدا جدا كبير بعالم كثولو والمخلوقات الغريبه اللي شفناها بشادو في ايفل. وكمان من التسريبات اللعبه بيحكوا انه في مثل الوحش بهالماب بيشبه المارجو، بس انه يعني نفس طريقه المارجو بس ما عنده ثلاث وجوه وهيك، وهالوحش بياكل اللاعب. والورقه السريه اللي كتبها تاكو لامبراطور اليابان حكى له فيها انه شو اسمه، انه عم بيشوف انه ديفيجن 9 وجروب 935 عم بيساووا تجارب ويصنعوا اسلحه غريبه جدا واسلحه خطيره جدا واشياء، ويعملوا تجارب على البشر من هالكلام. فعلى ما اظن هذا الشيء له علاقه بالاسلحه والتجارب الغريبه اللي عم يسووها كان مجموعه ديفيجن 9 او من هالكلام. واخر شيء بماب دير ايس اندراخ بغرفه ثمانثة في صوره على الحيط مبين انه ثمانثة قاعده وحواليها اشجار هيك بنص غابه وهي زعلانه، وفوق هيك جو انه يعني الجو لونه ازرق او كحلي، فعلى ما اظن قصدها على الغابه هي، انه انتم شايفين قاعده حواليها اشجار غابه وشوفوا جو السماء اللي فوق كيف مغيمه والجو يعني كانه ليل وهيك، فهي مشان هيك انه راسم ورا الباك جراوند ازرق. وما عندنا فكره كيف تمام تعرفت عن الغابه او يعني شو دخل ثمانية بهالغابه، بس رح نعرف اكثر. فبس يا شباب هذا الفيديو يعني تحليل يعني المجمل، نعرف انه تاكو رح يكون هون من الرساله ورح نقتل تاكو الكبير، نعرف انه الماب رح يكون جو مخيف اذا مشوا على هالكلام، انه دائما ثاني ماب يكون جو مخيف، وممكن هي يعني ما في اي يوتيوبر اي شيء حكى انا من عندي انه يكون بهالماب شخصيات جديده. او الحين معظمكم بالشهر كيف شخصيات جديده بدنا نقتل تاكو الكبير، عادي ممكن يكونوا شخصيات جديده، ومهمه الشخصيات الكبيره هدول انهم يقتلوا تاكو الكبير بشكل من الاشكال، او ريكتوفن بتواصل معاهم نفس بلاك اوبس 2 كيف كان ريكتوفن يتواصل مع الشخصيات من الكلام، وهلا ريكتوفن عنده السامونين كي على الماضي في طريقه انه يتواصل مع اي بشر ثانيين، لانه دائما ثاني حزمه يكونوا شخصيات ممثلين. كل ذا ديد من بلاك اوبس 1 كانوا ممثلين وكان مهمتهم ينقذوا الشخصيات الاربعه، بلاك اوبس 2 كانوا ممثلين وكان ماب اوف ذا ديد ونعرف له علاقه بالقصه بس بشكل بعيد، فبنعرف انه الثاني ماب دائما ممثلين، بس ممكن انه هالمره عوضوها باول ماب اللي هو شادو اوف ايفل حطوا ممثلين وخلاص، بس ما عندي اي فكره. انتم شو بتحبوا؟ بتحبوا يكونوا ممثلين او شخصيات جداد، ولا بتحبوا يكونوا نفس الشخصيات الاربعه؟ انا صراحه بالنسبه لي ما راح تفرق معي، اذا كانوا الشخصيات الاربعه راح يكون شيء خرافي، شخصيات اللي نحبهم دائما ونلعب فيهم، لو كانوا ممثلين اظن راح يكون شيء حلو لانه اللي عملوه بماب اوف ذا ديد وجابوا شخصيات جديده على ثاني ماب كان ضابط 100%، كان شيء جدا جدا خرافي، فما اظن راح يخربوها لو جابوا شخصيات جديده. بس يا شباب هيك حللنا الدعاية تحليل وجبت لكم كل الاحتمالات، فاتمنى شباب اي واحد عنده اي راي اي شيء يكتب لنا اياه في الكومنت، اي شيء انا نسيت ما حللته ضيف لنا اياه بالكومنت. نهايه المقطع لا تنسوا تدعموا الفيديو بزر اللايك والمفضله، وانتم قلت لكم شاركونا كل شيء بدكم اياه بالكومنت، وبس كرمكم بالشركيه لو شركه كيش كفيديوهات ثانيه ان شاء الله. مع السلامه.